من بدت الكرة في منطقتنا وكنا دائماً نشوف منتخبات عرب أفريقيا متقدمين علينا بخطوة، لأن الغريب بأن المباريات اللي جمعتنا معاهم كانت قليلة جداً وتاريخية وقدرنا نفوز في واحدة منها. هذه كانت قصتنا اليوم. عاود يجنح ناحية الشمال، مار شاكر عبد الجليل، يلا شاكر لعبة عالية ناحية حمد، حمد جول! هدف لمنتخبنا الوطني في الدقيقة الثالثة، عن طريق اللاعب طلال يوسف. الفريق البحريني ويقذف قذفة جميلة جدا تؤول إلى. حياكم الله في حلقة جديدة من ذاكرة الأحمر. اليوم بنتكلم عن المباريات التاريخية اللي جمعتنا مع منتخبات عرب أفريقيا، بداية مع الكرة المصرية اللي دائما كان لنا ارتباط قوي معها في كافة المجالات، سواء في الرياضة وفي غيرها. فلما بدأنا خطواتنا الأولى في الكرة، كان أول مدرب غير محترف لمنتخب البحرين هو المصري عبد السلام علام، وأول مدرب محترف لمنتخب البحرين كان المصري حماد الشرقاوي، وأول معسكر يخوضه منتخب البحرين كان في جمهورية مصر العربية في القاهرة بالتحديد في عام 1974. ومثل ما ذكرنا في حلقة سابقة، أول فريق أجنبي يزور البحرين كان نادي الإسماعيلي المصري. لكن الغريب أن على الرغم من هالارتباط القوي بين الكرة البحرينية والكرة المصرية، إلا أن جمعتنا الكثير من المباريات مع منتخبات الفئات العمرية، ومنتخباتنا مع أندية مصرية مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون غزل المحلة وغيرهم. لكن المباريات اللي جمعتنا مع منتخب مصر الأول هي مباراة واحدة فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسماعيل صليبيخ يحييكم بأجمل تحية وأجمل ترحيب من استاد البحرين الوطني، ويسرني أن أصف لكم هذا اللقاء التاريخي الودي الدولي بين المنتخب المصري الشقيق ومنتخبنا الوطني الحبيب. مباراة بلا شك تاريخية إن شاء الله، نأمل لمنتخبنا كل التوفيق. في بداية الألفية كان الاتحاد ينظم كل سنة بطولة البحرين الدولية على كأس رئيس الوزراء. في ديسمبر من عام 2003 أقيمت النسخة الثالثة من البطولة اللي ضمت منتخبات مصر والعراق وكينيا إلى جانب منتخبنا بطبيعة الحال، وكانت مباراتنا مع مصر في الجولة الثانية من هذه النسخة. منتخبنا دخل المباراة وفي رصيده نقطة واحدة فقط من تعادل مع العراق 2-2، بينما المنتخب المصري كان في رصيده 3 نقاط من فوزه على منتخب كينيا بهدف دون رد. ورغم أن منتخبنا الشاب في ذاك الوقت قدم أداء كبير في هذه المباراة وصنع الكثير من الفرص اللي ما استغلها بطريقة جيدة، إلا أن خسر المباراة بهدف قاتل برأسية سامح يوسف في الرمق الأخير منها، لتنتهي المباراة الوحيدة اللي جمعت المنتخبين عبر تاريخهم بفوز منتخب مصر بهدف دون رد. جهة اليمين الآن، وائل قباني عالي في خطورة بالرأس، الله، جول، جول مصري، جول مصري أحمر، جول مصري عجيب عجيب، رائع، من كرة ماكرة ولافة وذكية، بينية حلوة للاعب اللي خلع قميصه الآن منذ قليل. وعلى العموم هدف رائع رائع، يوزن بميزان الذهب، يوزن بميزان الذهب، والمصريين هم سامح يوسف. وإلى الكرة المغربية صاحبة أفضل إنجاز عربي في بطولة كأس العالم. مع بداية السبعينات كانت الكرة المغربية تعيش في طفرة كبيرة على مستوى كرة القدم، ففي هذه الفترة تأهلت لكأس العالم لأول مرة في تاريخها لمونديال 70، وحققت كأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخها في سنة 76. وبين هذه الإنجازين كانت لزيارة للبحرين. طبعاً هذه المباراة بالتأكيد ما شاهدناها، لكن حسب ما قرأنا في الصحافة بأن منتخبنا قدم مباراة كبيرة في الجانب الدفاعي فقط وما هدد مرمى حميد الهزاز أبداً، ولكن على الرغم من ذلك خسرنا 1-0 بركلة جزاء سجلها منتخب المغرب في الدقيقة 10 من المباراة. وفي سنة 1998 وبعد الظهور القوي لأسود الأطلس في مونديال فرنسا، تم الاتفاق على مباراة ودية تقام في استاد البحرين الوطني في شهر سبتمبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي أعزائي المشاهدين أعزائي الرياضيين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعاً بكل خير. إبراهيم الدوسري يحييكم أجمل وأحلى تحية رياضية من استاد مدينة عيسى الرياضي،
ويطيب له أن يصف لكم وصفا كاملا لهذا اللقاء الذي يجمع منتخبنا الوطني ومنتخب المغرب الشقيق، وذلك طبعا استعدادا لمسابقة دورة كأس الخليج 14 لكرة القدم، والتي سوف تقام إن شاء الله هنا في البحرين في 30 أكتوبر. وكانت في إطار تحضيراتنا لخليجي 14 اللي استعدينا لها بوديات مع ليبيا وسوريا والمغرب والسودان وبوركينا فاسو. لكن نظرا لأن أغلب لاعبين المغرب في ذاك الوقت كانوا محترفين في أوروبا، والمباراة ما كانت معتمدة من الفيفا كودية دولية من المستوى الأول، شارك المنتخب المغربي في المباراة بفريق أغلبه من لاعبين المنتخب الأولمبي. في هذه المباراة احنا منتقدم بهدف طلال يوسف في الشوط الأول. يوسف لعبها عالية، مكان خلف حط راسه، جول جول، هدف لمنتخبنا الوطني، هدف لمنتخبنا الوطني في الدقيقة الثالثة، في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب طلال يوسف، كرة حلوة علاها يوسف عامر السعدي، عالية جت لمين وحصلها طلال يوسف، لعبها براسه على شمال حارس المرمى. لكن منتخب المغرب رجع وعدل النتيجة في الشوط الثاني عن طريق هشام الزروالي، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله. المغرب يحاول يمر مكان خطر، لعبه خطرة، جول جول، 9، الزروالي هشام، الزروالي هشام. أنا قلت ممكن المغرب يتعادل، قلت ممكن المغرب يتعادل، هجماته تشكل خطورة على منتخبنا الوطني. وفي سنة 2021 كانت آخر زيارة لمنتخب المغرب للبحرين لخوض مباراة تجريبية، يعني لا هي ودية ولا هي دولية، وقيمت في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب اللي راح تصير في الدوحة. في هذه البطولة شارك منتخب المغرب بمنتخب المحليين اللي هو بطل آخر نسختين من بطولة كأس أفريقيا للمحليين في 2020 و2018، وقيمت هذه المباراة في استاد البحرين الوطني بعيداً عن أنظار الجماهير وبعيداً عن أنظار الإعلام حسب طلب الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة المدرب الحسين عموتة. انتهت هذه المباراة ب3 أهداف مقابل 2 لصالح منتخب المغرب، سجل لمنتخبنا إسماعيل عبد اللطيف ومحمد مرهون، بينما سجل للمغرب عبد الإله حفيظي ويحيى جبران وإدريس فتوحي. وإلى الكرة التونسية اللي عاشت فترة مميزة في الستينات والسبعينات، فكانت لها زيارتين ما ينساها من جمهور البحريني. الأولى كانت في سنة 1981 لخوض مباراة ودية على استاد مدينة عيسى في إطار استعداداتنا لتصفيات كأس العالم 82. أعزائي المشاهدين، يسرنا أن نلتقي معكم في هذا اليوم وننقل إليكم مباراة في كرة القدم بين منتخب تونس الوطني ومنتخب البحرين الأهلي، وهي مباراة دولية وتعتبر من المباريات التجريبية أيضاً لمنتخبنا البحريني. وكان المنتخب التونسي وقتها يملك الكثير من النجوم في صفوفه ومشارك بآخر مونديال في الأرجنتين. كانت تجربة هامة لمنتخبنا ولمدرب المصري فاروق أحمد علي اللي أساساً كان مدرب منتخب الشباب، لكن تولى الإشراف على المنتخب الأول مؤقتاً بعد إقالة اليوغوسلافي بروتشيتش، ومسك المنتخب حتى نهاية التصفيات. في هذه المباراة المنتخب التونسي أبهر جماهيرنا البحرينية وسحرت لمسات المايسترو طارق ذياب كل الحاضرين، لدرجة أن المدرجات هدأت عن التشجيع وصارت تستمتع باللي تشوفه. المنتخب التونسي انتظر 35 دقيقة قبل يسجل أول أهداف المباراة عن طريق النجم تميم الحزامي لاعب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في ذلك الوقت. جول جميل وحلو، تميم الحزامي يحط الجول الأول لمنتخب تونس الوطني في الدقيقة 34 من الشوط الأول. مبروك يا أستاذ محمد. مبروك لكم. مبروك أجمعين، ومن بينا إن شاء الله الفريق البحريني يورينا زود هدف، ما نطلبنا الأهداف منذ حين. وبعدها بدقيقتين بس رجع الحزامي وسجل الهدف الثاني في المباراة. اللاعب رقم 7 تميم يشوت كرة، جول 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 جميل وحلو لما لعبها طارق ذياب. شهية التونسيين انفتحت للأهداف، مرت 4 دقائق بس قبل لا يطلق التونسي علي الكعبي قذيفة قوية استقرت في شباك حارسنا مشعل الخجم ليسجل الهدف الثالث في المباراة. الفريق البحريني ويقذف قذفة جميلة جدا تؤول إلى هدف مباشرة، الهدف الثالث
لصالح الفريق القومي التونسي ليصبح متفوق 3-0. في الحقيقة ومن بعد التقدم 3-0 في الشوط الأول أصبح الشوط الثاني هادي بشكل كبير، وانتهت النتيجة على ما هي عليه. وفي سنة 1988 يعني بعد هذه المباراة ب7 سنوات سلحنا بسلاحهم ودعناهم لمباراة جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. علي العربي يحييكم استاد البحرين الوطني، ويسرني أنقل لكم الوصف التفصيلي للقاء اليوم الجمعة 19 من شهر فبراير من عام 1988 لقاء منتخبنا الوطني لكرة القدم والمنتخب التونسي الشقيق ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لدورة كأس الخليج العربي 9 التي راح تقام في شهر مارس في المملكة العربية السعودية الشقيقة. فكان مدربنا هو المدرب التونسي القدير عبد المجيد الاشتالي في أول ظهور له في قيادة منتخبنا الوطني يواجه منتخب بلاده على استاد البحرين الوطني، بينما كان مدرب المنتخب التونسي وقتها توفيق بن عثمان اللي ما هو غريب عن ملاعبنا البحرينية لأنه سبق وأن درب نادي الوحدة نادي النجم حاليا قبلها بسنوات، وكان وقتها المنتخب التونسي متأهل لأولمبياد سيئول 88 إلا أن منتخبنا هو من كان متسيد هذه المباراة. الوطني دارة النص علي حسن اللي حاول يتقدم علي يلعب إلى هشام، هشام إلى حمد محمد يحاول يتقدم، حمد يحاول يمر، حمد يلعب من على الشمال شاكر تطول ويمر من الحارس، كرة لازالت مع شاكر، خطرة لمنتخبنا، شاكر يلعب عالي محمد صالح تطول علي حسن، لازالت هجمة لمنتخبنا ناحية اليمين علي حسن، والديسكفري حمد محمد هو من خطف أنظار الجمهور بلمساته اللي توج هذا المستوى الكبير بهدف المباراة الوحيد. ناحية الشمال مر شاكر عبد الجليل، يلا شاكر لعبة عالية ناحية حمد جول، الدقيقة 31 حمد محمد يسجل الهدف الأول لمنتخبنا الوطني، حمد محمد جمهور البحريني فرحان بالهدف الأول. كرة ناحية شمال مجهود الحقيقة حلو من اللاعب شاكر عبد الجليل، شوف يلعبها بالعرض، حمد يتقدم داخل منطقة الجزاء ويلعبها على يسار الزيتوني مسجل الهدف الأول لمنتخبنا الوطني حمد. استمرت محاولات الفريقين بعد هذا الهدف ولكن دون تغيير في النتيجة لنحقق فوز تاريخي على المنتخب التونسي، وتبدأ معاه فترة مميزة لمنتخبنا بقيادة عبد المجيد الاشتالي ولكنها كانت قصيرة. هذه كانت قصتنا لهذا اليوم من ذاكرة الأحمر، انتظرونا في الحلقات الجاية مع المزيد من القصص.